أهلا بكم من جديد. استخدام منظفات البشرة والغسيل الدائم لليدين والوجه ما يحميها، بل بالعكس يزيد التجاعيد وكمان يسبب مشاكل كثيرة. كيف؟ هذا اللي حتعرفوا عليه. الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم. الإفرازات العرقية والإفرازات الدهنية بتعمل طبقة على سطح الجلد، هي دي اللي بتحمي الجلد من الجراثيم وبتحمي الجلد من العوامل الخارجية. بعض الناس بتستخدم المنظفات بصفة مفرطة وبتغسل ايديها بالماء والصابون كتير قوي خلال النهار. الاستخدام المفرط للمنظفات ده بيأثر على طبقة الحماية دي وبيزيلها وبيفقد الجلد رطوبته، تمام، وبالتالي بيؤدي الى ظهور الجفاف، التهابات الجلد زي الاكزيما، تمام، والكلام ده بيظهر في صورة حكة، في صورة تشققات، في صورة احمرار في الجلد، زيادة في سمكة الجلد، ظهور القشور على سطح الجلد، وطبعا ده بيبقى له تأثير ضار على الجلد، وتكرار الالتهابات دي وتكرار الجفاف لسطح الجلد بيؤدي بعد كده سواء كان على الأيدي أو على الوجه لظهور التجاعيد أو ظهور علامات تقدم السن مبكرا قبل وقت حدوثها الطبيعي. فلازم نستخدم المنظفات اللي فيها مرطبات اكتر، كيميكلز اقل، وفي نفس الوقت نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نغسلش ايدينا بصوره مفرطه. درجه حراره الميه اللي احنا بنتعرض لها برده ما تبقاش لا هي بارده جدا ولا هي درجه السخونه فيها عاليه، تبقى درجه معتدله. نحاول بقدر الامكان ان احنا نرطب سطح الجلد بشكل مستمر بصفه يوميه مره او مرتين في النهار للمحافظه على تماسك الجلد وحمايه الطبقه دي من الزوال، وفي نفس الوقت برضو نحاول ان احنا دايما ما نعرضوش او نستخدم الوقي الشمسي او معامل حمايه يكون عالي شويه 30 او اكتر او 50 او اكتر عشان نحافظ برضو على العوامل الخارجيه زي الشمس من الاضرار بالجلد.